صادق طلال عريس. لا لا مو عريس. يقولون انت متزوج بس تخفي هذا الموضوع. لا لا شنو السالفه وين اكون متزوج. لا بالعكس يعني انا يعني لو متزوج احكيها فشي افتخر بي يعني. حلو يعني زوجتك ليش ما تفتخر بها؟ مثل ما حسنت لابس حلقه وقاعد ومرتاح بالمولود الجديد. اكيد اكيد هاي صوره يعني ما تخرج. ها ما تخرج. اي ما تخرج. حلو ليش استخدموها قسم يقولون صادق طلال متزوج بس ما يعلن هذا الشيء على مود المعجبات وهيك امور؟ يعني هاي مو بس هاي الصوره يعني صور طلعت قبل فتره بنيهم طلعت صوره. شنو الموضوع؟ والله ما اعرف يوميا شعراء لو اصدقاء ما اعرف شنو هاي اليد الخفيه الخلفي هاي اليد الخفيه الخلفي الموضوع ما اعرف شنو ما قدرت تتوصل لهم يعني ما قدرت والله يعني يوميا صوره تطلع وموضوع جديد وموضوع زعجك وهذا موضوع انه تنتشر لك صوره على انه انت متزوج لا ما زعجني بس اللي زعجني الكذب بالموضوع يعني ليش تكذب اكو مشروع زواج حاليا لا ما اها من القى بنت الحلال يلا خير ان شاء الله نروح الصوره اخرى